هي واحدة من كوارث الطبيعة في خليج البنغال، وهو إعصار تزامن مع موسم الأعاصير، لكن الكارثة هذه المرة كانت الأكثر عنفاً خلال السنوات العشر الأخيرة. فالكارثة الإنسانية بميانمار تعاظمت بعشرات الأضعاف. فماذا حدث؟ في 14 من مايو الماضي وصل إعصار موكا إلى خليج البنغال مصحوباً بأمطار غزيرة وعواصف عارمة مع رياح وصلت سرعتها إلى 250 كيلومتراً في الساعة، ما تسبب بفيضانات واسعة وانهيارات أرضية، فتهدمت المنازل وتحطمت قوارب الصيد واقتلعت الأشجار في ميانمار وبنغلاديش. فيما تمكن البعض من الفرار لمخيمات لجوء قريبة، لم يجد الكثيرون طرقا للنجاة وباتوا محاصرين وسط المياه بالعديد من مناطق الساحل، حيث كانت ولاية راخين الأكثر تضررا مع دمار أكثر من 90% في 11 بلدة في ولاية راخين بأكملها، خصوصا أنها تعد موطنا لمئات الآلاف من الروهينجا وسط ظروف معيشية قاسية. بعد الإعصار كانت جثث الأطفال والنساء المسنات والحوامل ملقاة على الأرض، والآلاف ممن تهدمت منازلهم أصبحوا بلا مأوى، كما أصبح أكثر من 500,000 أسرة بحاجة ماسة إلى الغذاء ومياه الشرب الطارئة في ولاية راخين الشمالية. وحذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن نحو 6 ملايين شخص في المنطقة بحاجة بالفعل إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 1,200,000 نازح داخلياً بسبب الصراع العرقي، كما تم تدمير آلاف الملاجئ والخدمات والمرافق في المجتمعات البنغلاديشية المجاورة. قدرت الجهات الرسمية عدد القتلى بأكثر من 400 شخص، فيما تضرر نحو 32,300 فدان من الأراضي الزراعية بعد الإعصار الذي صنف من الفئة الرابعة واعتبر الأقوى في خليج البنغال خلال السنوات العشر الماضية.